كما أكد الرئيس السيسي أن هناك توافقا في الرؤى مع نظيره الموزمبيقي تجاه عدد من القضايا والتطورات الجارية على المستوى الإقليمي والدولي. وأشار الرئيس السيسي إلى تطورات الموقف في ليبيا والسودان، مشددا على أهمية الحوار والعمل على إيجاد حلول للتهدئة وإيقاف إطلاق النار. في توافق للرؤى تجاه القضايا المختلفة على المستوى القارة وعلى مستوى الإقليمي والدولي أيضا، كان في توافق فيما يخص القضايا زي القضايا الموقف تطورات الموقف في ليبيا وتطورات الموقف في السودان وأهمية يعني العمل على إيجاد تهدئة وإيقاف لإطلاق النيران، وأيضا الحوار هو أسلم وسيلة في حل القضايا والخلافات المختلفة، وده واضح ان ده توجهنا جميعا من اجل ايجاد حلول لقارتنا الأفريقية وعلى ارضها اللي هي اكثر قضية حديثة، لان هي قضية التطورات اللي بتحدث في السودان.